انتبهوا إلى قوله رحمه الله: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ، لتفهم أن محل ظهور التقوى القلب. هذا موضع التقوى، هنا تتجلى التقوى. ليست التقوى منظرا، ليست التقوى كلمات يظهر عليك مظهر المتقين، لا يسلك كذلك لزاما في قرن المتقين. تتكلم بكلام المتقين، كلما قيلك ما شاء الله سبحان الله بارك الله فيك، كلام المتقين لا يدخلك ذلك في زمرة المتقين، لا يدخلك ذلك في زمرة المتقين. ها هنا التقوى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا، ها هنا، يعني هذه اسم الإشارة يقيد الموضع المشار إليه. تقوى ها هنا، ليست ها هنا، ليست ها هنا، ليست ها هنا، تقوى ها هنا. ليست التقوى منظرا، ليست التقوى كلماتي.